قال المؤلف رحمه الله: لمدها فعلاء أفعلاء. لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء، ثم فعال فعل لا فعولا وفعل وفعليا مفعولا، ومطلق العين فعال وكذا مطلق فإن فعل وأخذ. قال: أوزان ألف التنوين الممدودة لها 17 وزنا ذكرها. لمدها فعلاء كحمراء وصفراء، أفعلاء مثلث العين كأربعاء وأربعاء وأربعاء، وفعللاء كعقرباء اسم مكان. واضح؟ ثم فعالاء فعالاء قصاصاء اسم للقصاص، فعلولاء قرفصاء جلسة قرفصاء، فاعولاء عاشوراء، مفعولاء مشيوخاء جماعة الشيوخ. ثم فعالاء فعلولاء فاعولاء، وفاعلاء قاصعاء نافقاء، فعلياء كبرياء. ماذا بعده؟ مفعولاء مشيوخاء، وفاعلاء فعلياء مفعولاء. نعم. ومطلق العين فعالاء، صح؟ ومطلق العين فعالاء، براساء اسم للناس، فعولاء دبوقاء اسم للقدر، فعيلاء قريثاء اسم لتبري الرديء. أنا قولي مثل العين. وكذا مطلق فائن فعلاء، فعلاء كجنفاء وبرساء اسم الناس، وفعلاء كعشراء، وفعلاء كسيراء. هذا كل الاثنين ممدودة كلها من الصرف، تستقل بمعنى الصرف وحدها، وكثير الناس لا يفطن لها. يقول لك عطاء، يقول عطاء من الصرف، عطاء همزتها بدل من واو سواء عطاو، كساء همزتها بدل من واو سواء كساو، بناء همزتها بدل من واو سواء بناي. هي ألف التنوين لابد أن تكون زائدة، ألف التنوين المقصود بها هي الهمزة، أما التي قبلها يقال لها مدة التنوين. أصل صحراء، صحراء أصلها صحراء، أرادوا المدة، والمد من أغراض اللغة، فجاءوا بألف أخرى كما جاءوا بها في كتاب وصحيفة وغلاء، اجتمعت ألفان قلبت الثانية همزة، فهمزة ألف التنوين هي الأخيرة والأولى مدة فقط. تفضل تمشي خلاص. المقصور والمنع. قال رحمه الله: إذا سموني استوجب اذهب افطر مع زملائك، وأنا موجود غدا إن شاء الله. إذا سموني استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدمى، وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كعوى وكرتأ، والعادم النظير لا قصر ولا مد بنقل كالحجى وكالحلى، وقصر المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. قال: المقصور اسم معرب حرف إعرابه ألف قبلها فتحة لازمة كالفتى، وهو نوعان: قياسي وهو وظيفة النحوي، وسماعي وهو وظيفة اللغوي. والممدود القياسي هو اسم معرب آخر حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائدة، وهو نوعان أيضا قياسي وسماعي. قال رحمه الله: وهما من ضروب الاسم المتمكن، لا يقال في الفعل مقصور، لا يقال في مشى مقصور، لا يقال هذا، يقال معتل. مقصور الممدود من ضروب الأسماء المتمكنة، لا تكون في الأفعال ولا في الحروف. قال رحمه الله: إذا اسم من الصحيح استوجب بموجب أحكام الصرف أن يفتح ما قبل آخره، وله نظير إذا اسم استوجب بموجب أحكام الصرف
فتح ما قبل آخره، وله نظير من المعتد يستحق ذلك. فالنظير النظير المعتد هنا اعتداله قياسي، قصره قياسي. مثال ذلك، مثال ذلك بطر، المصدر بطرا، بطر يستحق بموجب أحكام الصرف فتح ما قبل آخره، لأن فعلا لازم بابه فعل. إذا كان له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره فإنه مقصور قياسي، لأن له نظيرا من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. جوية مصدرها جون، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره وهو بطر بطرا وأشر أشرا. أنا أقوله إذا اسم من الصحيح استحق من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير من المعتد، اسم معتد استحق فتح ما قبل آخره وله نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره، فللنظير فللنظير المعتد قصر قياسي. قال رحمه الله كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدماء. تقول مريا ومرا، مرا قصرها قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كقربة وقرب، قرب تستحق فتح ما قبل آخره، لأن فعلة فعلة يجمع على فعل. ودمية، دمية قصره قياسي، تقول دما، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كغرفة وغرف، وصورة وصور، لأن فعلة تجمع على فعل. كذلك هذا ما جاء به. كذلك مصدر ما زاد على ثلاثة، نحو نحو. وكذلك اسم مفعول ما زاد على الثلاثة، نحو معطى ومقتنى، قصرهما قياسي، لهما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. كأكرم فهو مكرم، فهمتم؟ وانتصر فهو انتصر له فهو منتصر له، منتصر. مقتنى مقتنى ومعطى قصرهما قياسي، لهما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. وكذلك ما جاء وصفا على أفعل لتفضيل أو لغيره، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. كأعشى، أعشى نظيره أعور، يستحق فتح ما قبل أخيه. وكذلك الأقصى، الأقصى قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبله وهو الأبعد. وكذلك جمع الفعلى أنثى الأفعل، قصرها قياسي، له نظير، لها نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. تقول في أنثى الأدنى الدنيا، جمعها دنا، وأنثى الأقصى قصيا، وجمعها قصى، لهما نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل أخيه. ككبرى وكبر، وصغرى وصغر. وكذلك ما كان من أسماء الأجناس وقع الفرق بين مفرده وجمعه بالتاء، قصره قياسي. كالقطاة والقطاء، قطاء قصرها قياسي، لأنها نظير شجرة وشجر. وكذلك ما كان، وكذلك ما كان من ظروف الزمان والمكان، من أسماء، من المصادر على وزن نفعل، مثل مثل ملهى ومرمى، قصره قياسي، له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. كمسرح وملعب، انتهى. قاعد. ما كان له نظير من الصحيح يستحق بموجب قوانين الصرف جمع أو مصدر ويفتح ما قبل آخره يكون قصره قياسي. انتهينا من هذا. قال رحمه الله وما استحق قبل آخر الألف، الممدود هو اسم
معرب حرف إعرابه همزة قبلها ألف زائد، وهو نوعان ما كان له نظير من الصحيح يستحق ألفا زائدة قبل آخره نقول إن مده قياس. مثال ذلك كرعوى، رعوى مده قياس مصدره مده قياس، تقول رعوى رعواء هذا مثل اقتدر اقتدارا. وكذلك استقصى مصدره استقصى له نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كاستخرج استخراجا. وكذلك مصدر ما زاد على الثلاثي نحو أعطى، أعطى مصدره إعطاء مده قياسي له نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كأكرم إكراما، أكرم بوزن أعطى يكون بنفس الوزن نفس الوزن. وكذلك مصدر فعل دالا على صوت أو على مرض مده قياسي نحو مشت بطنه مشاء، مشت بطنه مشاء، ورغى رغاء لهما نظير من الصحيح يستحق ألفا قبل آخره كالدوار المشاء نظير الدوار مرض، والرغاء نظير الخوار، السعال نظير المرض، نظير الخوار البقر. نظها نظيره مصدر مثله يستحق ألفا قبل آخره، أو جر اجتماعان في المصدرية أو في اسم مفعول أو في الجمع ويتضح شارع من الأمثلة. وكذلك مصدر فاعل إذا كان ممدودا مده قياسي نحو عاد رداء، ولا ولاء مدهما قياس لهما نظير قاتل قتال وضرب ضربا. وكذلك ما كان من المفردات مجموعة على وزن أفعل فإن مده قياس نحو كساء وأكسية ورداء وأرضية له نظير من الصحيح يجمع جمعه كحرار وحرة وسلاح وأسلحة. نقول في كساء مده قياسي فقط لأنه يجمع على أفعلة وله نظير يجمع على أفعلة. هذا النظير يكون في المصدرية وفي الوصف وفي اسم المفعول وفي الظرفية واسم الفاعل. قال رحمه الله وما استحق قبل آخر فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمس وصل كرعى وكطائك مستقر. أكتب لك كده كده نعم. قال رحمه الله والعادم النظير لا قصر ولا مد بنقل كالحجاء وكالحجاء، الذي لا نظير له في المقصور قصره سمعا، والذي لا نظير له في المد مده سمعا، والذي لا نظير له في المقصور قصره سمعا كالحجاء العقل ليس له نظير من الصحيح يستحق فتح ما قبل آخره. وكذلك الفتاء حداثة السن، والفتاة الشاب الفتاة فتاة قصره ليس قياسيا سمعا، والفتاة مده ليس قياسيا بل سمعا، والحذاء أكرمكم الله كذلك من قوله والعادم النظير إذا قصير وذا مد بنقل عن العرب كالحجاء وكالحذاء مثل بمقصور بن ذو. نعم قصر المد اضطرارا مجمع عليه، إذا اضطر الشاعر لقصر الممدود فإن النحاة مجمعون على جواز ذلك، لأنه بقصره عاد إلى الأصل، الممدود أصله مقصور، صحراء أصلها صحراء، بيضاء أصلها بيضاء، لأنه رجوع إلى الأصل. قال لابد من صنعاء وإن طال السفر، لابد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تعنى كل عود ودبر، قال بتا فعلت وأتت ويفعل بتا فعلت ابن مالك بتا فعلت وأتت كثير في الألفية ذليني فاتففت علي نبديلا فاتفت علي غد، كل هذا قصر للممدود. قال وأنت لو باكرت مشمولة صفرة كلون الفرس الأشقري صفرة،
صورة. هذا ما أقول أقسام. وقصر المد اضطرارا مجمع عليه ولا عكسه، أجازه الكوفيون ومنعه البصريون. واضح؟ أجازه الكوفيون أن تقص أن تمد المقصورة. واستدلوا بقول الشاعر: يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعر واللهاء لها. قال: والمرء يبليه بلا السربال تعاقب الإهلال بعد الإهلال، والمرء يبليه بلا السربال سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء. غناء، الغناء وضد الفقر مده للضرورة. أنا أقول: وقصر المد الطيارة مجمعين، والعكس بخلف سحب نفسه بين البصرية والكوفية وتركه. والكوفية قالوا جائز لكثرة الشواهد. الله